قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها لإخواني وأخواتي في كل مكان في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت، وانحرف كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات. لا أقدمها كما أقول هروبا من الواقع، بل أقدمها تصحيحا للواقع، لأنني أرى على أرض الواقع ما لا يمكن أن يتصوره عقل عاقل. يفعل الآن الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات، وذلك لأن البعض أو لأن الكثرة قد ظنت أن الحياة ستنتهي بالموت. كلا كلا، بل لابد أن يعلم الجميع على سطح الأرض وعلى وجهها أنه لابد من ساعة ستقوم فيها القيامة، ليقف فيها كل إنسان بين يدي ربه تبارك وتعالى، ليذكره ربه جل وعلا بما قدمت يداه، بما نطق لسانه، بما فعلت جوارحه، ليقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما أحوجنا إلى هذه الموضوعات التي تحيي القلوب، والتي تملأ القلوب بحب علام الغيوب، والتي تذكر الخلق بالتوبة إلى الحق تبارك وتعالى،
والتي توقفنا على فقه هذه المرحلة، فما أحوجنا إلى أن نسمع عن الله جل وعلا وعن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحديث في هذه الموضوعات لا ينبغي البتة لأي أحد على وجه الأرض أن يتكلم فيها إلا بدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا أيها الأكارم الأفاضل نتحدث عن أشراط أو أمارات أو علامات الساعة الصغرى. وحديثنا الليلة بفضل الله جل وعلا أستهله بعلامة إذا استمعت إليها الليلة بإنصات أظن أنك لن تغفل بعدها عن الصلاة والسلام على من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. أتصور أن قلبك سيمتلئ بالحب لله جل وعلا ولرسوله الصادق الأمين. تصور معي وتدبر هذه العلامة من علامات الساعة، لأنها قد استشرت وانتشرت على مستوى البشرية، على مستوى البشرية، على مستوى العالم بصفة عامة، وفي الأمة كذلك بصفة خاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تدبر قول رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي، فقال الأعرابي: يا رسول الله، يا رسول الله، متى الساعة؟ سؤال مباشر، متى الساعة؟ يعني متى تقوم القيامة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجب السائل. فلما قضى النبي حديثه سأل هو عليه الصلاة والسلام وقال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ فقال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله. اسمع إلى الجواب. قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه: كيف إضاعتها يا رسول الله، كيف إضاعتها يا رسول الله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورة من صور ضياع الأمانة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. مش بقول لحضرتك لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، لا، تاني الرواية دي وبعدين نفصل بقى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد، وفي لفظ إذا أسند الأمر إلى غير أهله. أسألكم بالله، ألم يوسد الأمر إلى غير أهله؟ بلى ورب الكعبة، وسد وأسند الأمر إلى غير أهله في مجالات الحياة بلا استثناء تقريبا، إلا من رحم رب الأرض والسماء. أنا لا أتكلم فقط عن صورة من صور الأمانة، ألا وهي صورة الولاية أو الحكم، هذه صورة سأتحدث عنها، لكن أود منذ البداية أن نعلم أيها الإخوة والأخوات أن للأمانة صورا كثيرة، أن للأمانة صورا كثيرة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجعل إسناد الأمر إلى غير أهله تضييعا للأمانة،
ويجعل تضييع الأمانة علامة من علامات الساعة، وأظن أن هذه العلامة قد وقعت وانتشرت وصارت واضحة لكل ذي بصيرة وبصر. إذا أسند أو وسد الأمر إلى غير أهله، الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن رفع الأمانة في حديث آخر في غاية الدقة، والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. تعرف كده إزاي بتقبض الأمانة، إزاي بترفع الأمانة، كيف تضيع الأمانة، ثم بعد ذلك نتعرف على صور الأمانة بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا، لأنني كما ذكرت لكم أيها الأفاضل أنا لا أود أن أذكر العلامة وأمضي، لا، بل أقف مع العلامة لأشخص الداء ولأحدد الدواء، لعل رب الأرض والسماء أن ينجينا وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا لا أسرد سردا، إنما أقدم دروسا وعظات وعبرة، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها أيها الأفاضل من إخواني وأخواتي. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا كيف ترفع الأمانة، كيف ترفع الأمانة، فيقول، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. يا الله يا الله، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والجذر هو الأصل من كل شيء، نزلت في جذر قلوب الرجال في قرار القلوب. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. أسوق لطيفة سريعة فقط لأحبابنا وأبنائنا وإخواننا من طلبة العلم، بأن البداية الحقيقية الصحيحة للطلب تكون بنص هذا الحديث القرآن ثم السنة. فنزل القرآن أو ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. انظر إلى صورة نزول الأمانة، انظر إلى صورة نزول الأمانة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. جميل. قال صلى الله عليه وسلم، يقول حذيفة: ثم حدثنا عن رفع الأمانة. تاني بعد ما نزلت في جذر قلوب الرجال ترفع الأمانة. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة، خلي بال حضرتك معايا، فقال عليه الصلاة والسلام: ينام الرجل النومة، يا رب سلم، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. لا، وضح لنا المعنى ده صلى الله على من آتاه الله جوامع الكلم. ينام الرجل النومة ليلة، ينام الرجل ليلة من الليل يصبح وقد نزعت الأمانة من قلبه، صار خائنا، أصبح خائنا. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت شايف نقطة السواد أو بقعة السواد اليسيرة، ترفع الأمانة ويبقى أثرها كالوقت، يترك أثرا للسواد اليسير في الموضع الذي رفعت منه الأمانة فيظل أثرها مثل الوقت. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ينام الرجل النومة، ليلة أخرى، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كجمر، فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك
فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ده كلام عالي قوي، صلى الله على من قال. آتاه الله جامع الكلم. شايف كلمات قليلة تحتاج مننا إلى شرح في ساعة، هو نشرح ساعة كاملة في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، لأنها صورة من صور تضيع الأمانات أو الأمانة. قال: فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. المجل الجلد المتشقق الشديد من أثر العمل، من أثر العمل. يعني حينما يتشقق جلدك وينتفخ، ينتفخ الجلد وتضغط عليه وهو تستشعر أنه قد امتلأ بالماء، قد امتلأ بالماء وليس فيه شيء، لو ضغطت عليه لانضغط معك، فيظل أثرها كالمجل، قطعة من الجلد منتفخة لكن ما فيش فيها فارغة خالية، فيظل أثرها كالمجل، كجمر قطعة من النار. دحرجته على رجلك فنفط، الجلد انتفخ، وهذه معروفة لنا جميعا، فنفط أي فارتفع وانتفخ، فتراه منتبرا أي مرتفعا منتفخا وليس فيه شيء، لو ضغطته لانضغط معك. فيتبايع الناس فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يا الله، رجل يشار إليه بالبنان في بني فلان، إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل، اسمع عشان تصلي على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى. يا الله، يقال للرجل: ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده. يا الله، يمدح في وجهه ويكال له المديح بالكذب وبالباطل. انظر إلى صور الخيانة، حتى يقال للرجل: ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يقول حذيفة: وما كنت أبالي أيكم بايعت، يعني ما باليت يوما أن أبيع لفلان أو أن أشتري من فلان، وما كنت أبالي أيكم بايعت، فإن كان مسلما رده علي إسلامه. يعني أتعامل مع الجميع، إن كان هذا الرجل الذي أتعامل معه من المسلمين عصمه إسلامه من أن يقع معي في صورة من صور الخيانة، ولئن كان نصرانيا رده علي ساعيه. إن كان هذا الرجل الذي أتعامل معه في هذا الزمان، في زمن حذيفة، ليس من المسلمين لن يخون، لأن الساعي أو لأن الوالي سوف يعاقبه إن خان، أو سوف يرد عليه خيانته. وما كنت أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، أي الحاكم أو الوالي أو الأمير. أما اليوم، حذيفة يقول في عصره: أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وفي العهد الراشد يبايع، أي يبيع ويشتري ويتعامل مع أي أحد، سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين. أما اليوم في آخر عهد حذيفة يقول: فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يقصد أهل الأمانة فحسب من المعروفين. إلى هذا الحد. نعم أيها الأفاضل، كيف تنزل الأمانة وكيف ترفع الأمانة وتقبض الأمانة؟ ومن صور تضييع الأمانة أن يسند الأمر إلى غير أهله، أن يوسد الأمر إلى غير أهله. الأمة الخائنة هي التي تقدم من ليس أهلا لأن يتقدم،
هي التي تؤخر الأكفاء، هي التي تؤخر من يصلح للزمان وللمكان. سر عظمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أن يخرج للدنيا جيلا لم ولن تعرف البشرية له مثيلا، أنه بأبي وأمي وروحي وضع كل صحابي في مكانه الذي يناسبه مع قدراته وإمكانياته. مصعب بن عمير انطلق إلى المدينة، معاذ بن جبل انطلق إلى اليمن، أبو عبيدة بن الجراح إلى اليمن أيضا أو إلى أهل نجران، خالد بن الوليد خذ السيف، زيد بن ثابت اكتب القرآن، كل رجل في تخصصه في مجاله. الأمة الأمينة هي التي تقدم الأكفاء، الأمة الأمينة هي التي تقدم الرجل المناسب للمكان المناسب في الوقت المناسب. فإن وجدت الأمة أن فلانا قد تقدم للمنصب الفلاني أو للمركز الفلاني أو للكرسي الفلاني، أيا كان هذا الموقع، أيا كان هذا الموقع وأيا كان هذا المنصب كما سأفصل الآن، حتى لا يتصور أحد أن الأمر مقتصر على الولاية العامة على الحكم فحسب. حين ترى الأمة الأمينة أن فلانا ليس كفءا لهذا المكان، على هذا الرجل ابتداء إن كان من الصادقين أن يتراجع وأن يتأخر، لأن القضية أمانة سيسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. إن وجد من هو أكفأ منه فليتقدم، فلتدفعه الأمة دفعة. ذهب أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في صحيح مسلم، وقال يا رسول الله ألا تستعملني، ألا تستعملني، مش هتعطيني وزارة ولا ولاية ولا إمارة، ألا تستعملني؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبيه، على منكبي أبي ذر، وقال يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، ورب الكعبة ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى أيا كان حجم مسؤوليتك، أيا كان حجم منصبك وحجم الأمانة التي ائتمنت عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أبو عبيدة ابن الجراح أمين الأمة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ولاه أبو بكر رضي الله عنه قيادة الجبهة في بلاد الشام، ورأى الصديق رضي الله عنه أن خالد بن الوليد أكفأ من أبي عبيدة في هذا الوقت وهو أهل الميدان وأهل الساعة، فماذا صنع الخليفة الأول الراشد صديق الأمة الأكبر؟ عزل أبا عبيدة وقدم خالد بن الوليد. أمانة، أمانة، هذه رؤية الصديق أن رجل الساعة خالد، فليتقدم خالد وليتأخر أبو عبيدة، وهذا التأخير لأبي عبيدة لا يقدح فيه أبدا ولا يقل من قدره ولا من شأنه ولا من مكانته. فيرسل الصديق رضي الله عنه رسالة جميلة رائعة إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فيقول بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، فمن أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد على قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليت خالد بن الوليد الإمارة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو بكر، يا الله يا الله، صلى الله وسلم وبارك على من ربى وعلى من علم.
القلوب المتجردة الجميلة دي. خالد رجل الساعة، فليتقدم خالد، ويتنازل أبو عبيدة بن الجراح عن إمارة الجيوش وقيادة الجبهة، اسمع، ليصبح أبو عبيدة جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. ما فكرش يعمل انقلاب على الصديق، لا، ولا على خالد أبدا. هؤلاء لا يعملون من أجل دنيا، لا تحركهم الكراسي ولا المناصب. يود أحدهم أن يبذل روحه لدين الله أيا كان موقعه على الساحة وفي الساحة. طوبى لعبد، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث الرأس مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رجل لا يريد طبلا ولا زمرا بالكذب والباطل، لأنه يريد أن يقدم لدين الله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة أو في المؤخرة مع الجند، ما دام هو على الطريق يعمل لله سبحانه وتعالى. قمة التجرد والإخلاص، وإن شئت فقل قمة الأمانة. ويتوفى الصديق ويتولى الخلافة فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب. عمر له رؤية أخرى، يرى عمر أنه لا يتقدم البتة أحد على أمين الأمة أبي عبيدة ابن الجراح، لا يتقدم أحد على أمين الأمة أبي عبيدة ابن الجراح. هذه رؤية عمر رضوان الله عليه. فعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة مرة أخرى. فماذا كانت النتيجة؟ يتنازل خالد بن الوليد عن القيادة لأخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح، أبي عبيدة بن الجراح، ليصبح خالد بن الوليد نفسه جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مهابا مطاعا. هذه الأمانة، هذه الأمانة في التجرد. يا أخي أنا أرى في نفسي أنني لست أهلا ولست كفئا لأن أكون في هذا المكان، فلأتنحى، لأني سأسأل عن هذا الكرسي الذي سأجلس عليه، وعن هذه الأمانة التي سأتحملها بين يدي الله تبارك وتعالى. الأمانة أيها الأفاضل ليست مجرد كلمة إطلاقا، ولا تقتصر على الولاية، وأؤكد وأركز، صحيح الولاية من أعظم الأمانات، أعظم أمانة أن يؤمن الرجل على حكم المسلمين وعلى ولاية المسلمين، هذه أمانة عظيمة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الرواية تاني، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع، الإمام راع، هذه المسؤولية الأولى الكبيرة. الإمام يعني الحاكم، يعني الوالي. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. والرجل، مش بقول لحضرتك، المسؤولية على الجميع. لا تتصور أنك لست مسؤولة، كلا، أيا كان مركزك وأيا كان منصبك، وسأبين الآن إن شاء الله تعالى بالتفصيل. الأمانة أمانة وحمل ثقيل. كلكم راع، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام يعني الحاكم راع ومسؤول عن رعيته. والرجل أنا وأنت، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الأمانة دي
هذكرك بها الآن. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم، الخادم أيوة، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم تاني، شوف النبي بيؤكدها تاني في أول حديث وفي آخره، وكلكم راع، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. يبقى الأمانة معنى كبير، لا تقتصر على الولاية فقط، ولا تقتصر على الأمانات التي توضع عند البعض من أهل الأمانة فقط، هذه صورة أخرى أيضا من صور الأمانة. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. صورة من صور الأمانة أن يودع أحد المسلمين أو أحد الناس عندك أمانة، أيا كانت صورة هذه الأمانة، أن يضع عندك مالا، أن يستأمنك على أهله، أن يستأمنك على أولاده، أن يستأمنك على أرضه، أن يستأمنك على عرضه، أن يستأمنك على سره. آه من صور الخيانة، لكل هذه الصور من صور الأمانة. فاحت الخيانة وفاح عفنها ونتنها في الحقبة التي تولى القيادة فيها هذا النظام الغربي الجاف. فاحت الخيانة وفاح عفنها ونتنها، وسفحت الدماء، وسفكت الدماء، ومزقت الأشلاء بدعوى الحرية ديمقراطية إلى آخر هذه الشعارات المكذوبة المزعومة الخائنة. سفكت الدماء على أرض العراق، في أرض فلسطين، وعلى أرض لبنان، وعلى أرض أفغانستان، وعلى أرض الشيشان، وفي كثير من الأماكن كما سأبين إن شاء الله بعد ذلك بالتفصيل من كلام النبي الصادق الجليل عليه الصلاة والسلام. كل ما وقع وما يقع وما نراه وما سيقع أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. أمانة حمل كبير يا أخي. تصور أن السماوات والأرض والجبال، هذه المخلوقات الضخمة القوية، أشفقت من حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. يا الله، السماوات والأرض والجبال، أبت هذه المخلوقات العظيمة أن تحمل هذا الحمل الثقيل. نعم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. يا الله، وأشفقن منها، وحملها الإنسان. لا إله إلا الله، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تصور تشفق السماء وتشفق الأرض وتشفق الجبال من حمل الأمانة، ويتقدم الإنسان القصير العمر الضعيف الحول الذي تتحكم فيه الشهوات والنزوات والرغبات، يتقدم هذا الإنسان المخلوق الضعيف ليحمل الأمانة. فمن أداها كاملة على مراد الله فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من أدى الأمانة فهو الأمين، ومن خان الأمانة فهو الظلوم الجهول. طب إيه هي الأمانة؟ تعملت لنا الأمانة كلمة، مش مجرد كلمة. ده مش مجرد. قال ابن عباس، خلي بال حضرتك، قال ابن عباس: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. قال أبو العالية: الأمانة هي ما أمروا به وما نهوا عنه. قال الحسن: الأمانة هي الدين، والدين كله أمانة. الأمانة هي الدين، والدين كله أمانة. يا الله، يا الله، الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. إذن الأمانة أيها الأفاضل ليست مجرد كلمة. أقلتاني تعريف أهل العلم المعنى الأمانة عشان تستوعب المعنى العام.
قال ابن عباس في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة، قال الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. قال أبو العالية الأمانة هي ما أمروا به وما نهوا عنه. قال الحسن الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. هذا هو ده المراد، الدين كله أمانة. عشان لما أقول لحضرتك بأن من علامات الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهله، يبقى تفكر في نفسك وأنا أفكر في نفسي. لا ينبغي أن تنصرف أذهاننا فقط إلى الولاة وإلى الحكام وإلى الأمراء، لا، فكر في نفسك وأنا أفكر في نفسي. أسند الأمر إلى غير أهل، صورة من صور تضيع الأمانة. وأنتم ترون الآن ما يحدث في العراق، ما يحدث في لبنان، ما يحدث في أفغانستان، ما يحدث في الشيشان، ما يحدث في فلسطين، إن دل هذا فإنما يدل قطعا على أن المصطفى لا ينطق عن الهوى. فورب الكعبة لقد أسند الأمر إلى غير أهله، ويسفك الدماء بالآلاف. شهرين الأخرى فقط في العراق أكثر من 6000 قتيل في شهرين فقط. في الشهر الذي شنت فيه الحرب على لبنان أكثر من 1000 قتيل، هذه الإحصائيات الرسمية، والله عز وجل أعلم بما كان وما سيكون. أقول الناظر إلى الواقع يعلم يقينا أن الأمر قد أسند إلى غير أهله، وأنه يحكم العالم الآن ويدمر البشرية تدميرا الآن من أسند ووسد إليه الأمر وهو ليس أهلا لذلك. ورب الكعبة، وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وسأقف مع حديث رسول الله الذي روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى. تكلم الرويبضات، بل واتخذ القرارات كثير من السفهاء الذين سفحوا الدماء بصورة مؤلمة في أنحاء الأرض. صارت الدماء أرخص شيء، واستبيحت الدماء بصورة تخلع القلب، بقرارات تتخذ، بكلمات تتخذ، وتسير الجيوش من أقصى الأرض، من أقصى الأرض، لتأتي إلى قلب بلاد المسلمين. وصلى الله على الصادق الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. ارجع معي إلى قولة الحسن الجميلة، قال الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. أنت مسؤول وأنا مسؤول، والنظرة التبريرية لوضع الأخطاء والتقصير الشخصي والنفسي على الحكام أو على الأعداء أو على العلماء نظرة مرفوضة بنص القرآن الكريم. لا ينبغي أن تجعل من غيرك مشجبا لتعلق عليه أخطاءك ولأعلق أنا عليه هزائمي وتقصيري في حق ربي وفي حق ديني، لا. قال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يا أخي أنا أرى العودة، أنا أرى القذات الصغيرة التي قد لا ترى إلا بالميكروسكوب، أراها في عينك وأغض الطرف عن العود الضخم في عيني، وأنت ترى القذات في عيني وتغض الطرف عن العود الضخم في عينك، صار كل واحد منا يعلق على غيره ويجعل من غيره مشجبا ليعلق عليه أخطاءه وتقصيره هو في حق ربه.
ثم في حق نبيه، ثم في حق دينه، ثم في حق نفسه، ثم في حق أهله، ثم في حق وظيفته، ثم في حق الناس، ثم في حق الآخرين. الدين أمانة، العبادة أمانة، الفرائض أمانة، الصلاة أنت أمين في هذه؟ هل تؤدي هذه الأمانة على مراد الله جل وعلا؟ هل تؤدي الصلوات في أوقاتها كما أمرك ربك ونبيك صلى الله عليه وسلم؟ الصيام أمانة، هل تؤدي هذه الأمانة بأمانة؟ أم أنك تطلق لبصرك العنان لينظر إلى ما حرم الله أثناء الصيام؟ أم أنك تطلق للسانك العنان ليتكلم بما لا يرضي الله عز وجل في نهار رمضان؟ أم أنك تطلق لسمعك العنان ليسمع ما حرم الله عز وجل في نهار وفي ليل رمضان؟ هل أديت الأمانة؟ الزكاة هل أديت الأمانة؟ هل جمعت المال من الحلال واتقيت الكبير المتعال وأخرجت حق الفقراء والمساكين؟ الحج أمانة، أنفق الله وسع الله عليك، لما لا تؤدي الحج إلى الآن؟ يقول لي أحد الناس وأنا أذكره لأني رأيت أن الله قد وسع علي، لما لا تحج إلى الآن يا أخي الحبيب؟ قال يا شيخ، يا شيخ محمد ما تكبر راسك عن الشيخ. قلت خير خير يا أخي، بقول لك لما لا تحج؟ قال لي عاوزني أروح أصرف لي 60,000 عشان أبوس حجر في مكة كده، خيانة، هذه صورة من صور الخيانة. فالفرائض أمانة، جوارحك أمانة، بصرك أمانة، سمعك أمانة، أنفك أمانة، لسانك أمانة، عضو الذكورة عندك أمانة، رجلك يدك، كل جوارحك أمانة. اسمع لربك جل وعلا، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هتسأل عن كل هذه الجوارح، هذه أمانات عندك، وظفت هذه الأمانة بأمانة أم أنك قد وقعت في الخيانة؟ يا أيها الذين آمنوا، يلا أما تسمع دي أصغ السمع وافتح القلب. يا أيها الذين آمنوا، ماذا يا رب؟ خلي بالك من الأمر ده جليل قوي، خلي بالك من النهي ده. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول. ممكن عبد يخون الله؟ ممكن عبد يخون رسول الله؟ نعم، كيف ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بترك أوامره، ولا تخونوا الرسول بتضييع سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها فيما بينكم. هل عرفت كيف يخون العبد ربه؟ كيف يخون العبد نبيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، أي لا تضيعوا أوامره، امتثل أمره لتكون من أهل الأمانة، كن أمينا بامتثال الأمر، كن أمينا باجتناب النهي، كن أمينا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، كن أمينا مع حبيبك المصطفى بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بالوقوف عند حدوده، باتباع سنته، بالذب عن شريعته، بتبليغ دعوته، بالصلاة والسلام عليه، بالتحرك لدينه بين الناس، بقولك وتصديقك وأخلاقك وسلوكك وعملك. لابد أن يكون مدخلك مدخل صدق، لابد أن يكون مخرجك مخرج صدق، لابد أن يكون قولك وفعلك قول وفعل صدق. هذا هو المؤمن الأمين. المؤمنون أمناء والمنافقون خونة، معلش شديدة شوية بس ده الحق، بقول لحضرتك المؤمنون أمناء. أنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، أنت أمين وأنت أمينة بالإيمان، والمنافق خائن، المنافق خائن. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:
آية المنافق، آية يعني إيه؟ يعني علامة. آية المنافق أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب نجاني الله وإياك من الكذب، ولسه هنوقف وقفة كاملة مع الكذب، اللهم اجعلني وإياكم مع الصادقين. إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن أيوة خان، خصلة من خصال النفاق. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، سلم يا رب، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أول خصلة قالها إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا اؤتمن خان، سلم يا رب، إذا اؤتمن خان، أول خصلة، خصلة من خصال النفاق، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى المؤمنون أمناء والمنافقون خونة. يبقى فرائضك أمانة فأدي الأمانة، جوارحك أمانة فأدي الأمانة، الكلمة أمانة، الكلمة أمانة، لا تستهن بالكلمة سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مقروءة أو مرسومة أو مكتوبة، أمانة. بكلمة واحدة قد تنال رضوان الله، وبكلمة واحدة قد تنال سخط الله. أذكر نفسي وإخواني من أهل العلم وإخواني من أهل الأدب والصحافة والفكر والتربية والتعليم، الكلمة أمانة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا أهلا لهذه الأمانة ولكل صور الأمانة. الكلمة أمانة حتى ولو كانت مرسومة عبر الكاريكاتير، أمانة. راقب الله سبحانه وتعالى قبل أن ترسم هذه الكلمة وقبل أن تنطق هذه الكلمة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. وتدبر معي قول ربي سبحانه: ما يلفظ من قول، من قول إلا لديه رقيب عتيد. والسر أمانة، السر أمانة. يا أخي إن ائتمنك أحد إخوانك على سر فكن أهلا للأمانة، لا تفشي سر أخيك. وأنت يا أختاه إن ائتمنتك أخت من أخواتك على سر فكوني أهلا للسر، أهلا للأمانة بحفظ هذا السر، لا تضيعي هذه الأمانة. ومن أبشع صور الخيانة أن يخلو الرجل بامرأته في الفراش وأن يفضي إليها وأن تفضي إليه، فإذا أصبح وجلس بين إخوانه أو أقرانه أو زملائه في الوظيفة أو في المكتب أو هنا أو هناك أفشى سر امرأته، خيانة، نتنة. أرجو أن تتدبر معي هذا الوعيد. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أشر الناس، من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته فيصبح فينشر سرها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويزداد الألم حينما أسمع وحينما أقرأ بعض الرسائل التي تصل إلي والأسئلة التي تعرض
من هذه الكلمات التي تقال بلا أدنى ضابط، بلا أدنى ضابط في بعض المكاتب في الوظائف. فقد تجلس الأخت الكريمة الفاضلة لتتحدث مع رجل في العمل بدعوى الزمالة عن أسرار الفراش، أمر بشع. أو يجلس الرجل ليحدث زميله في العمل عن أسرار الفراش مع امرأته، خيانة متنة. من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته، ثم يصبح فيصبح فينشر سرها، فيصبح ينشر سرها. من أرق ما قرأت في هذا الباب أن رجلا من العقلاء الصالحين الأمناء أراد أن يطلق امرأته لخلاف حدث بينهما، فذهب إليه بعض الناس وقالوا: لماذا تريد أن تطلقها؟ ما الذي يريبك منها؟ فرد هذا الرجل الأمين وقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته، العاقل لا يهتك ستر امرأته، وقدر الله جل وعلا فطلقها. فذهبوا إليه بعدما طلقها وقالوا: لقد طلقتها، لماذا؟ لماذا طلقتها؟ فقال هذا الرجل الأمين: ما لي والامرأة غيري؟ أي أمانة؟ أي أمانة؟ ما لي والامرأة غيري؟ هؤلاء هم الأمناء. العلم عند العالم أمانة، فإن اتقى الله تبارك وتعالى وأدى الذي عليه لله عز وجل بأمانة، بفهم دقيق، بوعي عميق، بكلمات صادقة، ولم يزور هذا العلم، ولم يقدم هذا العلم من أجل هوى أو من أجل دنيا أو من أجل مال أو من أجل منصب، فهو الأمين. ومن كتم العلم وهو يعلم ألجم يوم القيامة بلجام من نار، لأنه خائن قد ضيع الأمانة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا للأمانة. الدين أمانة. انظر إلى هذه الصور، وأنا تعمدت أن أطيل النفس في صور الأمانة لأنه موضوع نحتاج إليه جميعا بلا استثناء، لنعلم أن تضييع الأمانة وقد وقع بالفعل إلا من رحم ربك تبارك وتعالى، قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، وها نحن نراه الآن قد استشرت وانتشرت على مستوى البشرية بلا نزاع ولا ريب. قال الصادق صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. حديث رواه البخاري وغيره. الدين أمانة، يعني إن جاءك رجل من إخوانك وطلب منك قرضا، إن كنت قادرا على أن تقرضه فافعل، فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي المقابل يجب عليك أيها المسلم، يا من أخذت الدين من فلان، يجب عليك أن تكون أمينا وأن تؤدي له حقه في الأجل المعلوم إن كنت قادرا على سداد الدين. أما أن يوسع الله عليك وأن تروغ منه بعد ذلك روغان الثعالب، فهذه صورة من صور الخيانة. فالدين أمانة، ويجب عليك أن تكون أمينا في أداء هذه الأمانة. ومن أرق ما قرأت في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري تعليقا بصيغة الجزم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجلا من بني إسرائيل قد ذهب إلى رجل ليقترض منه 1000 دينار، ذهب إليه فقال: أسلفني 1000 دينار. فقال له الرجل أي الدائن أي الذي سيعطيه الدين: ائتني بالشهيد. فقال هذا الرجل المدين أي الذي سيأخذ الدين: كفى بالله شهيدا. فقال الدائن: ائتني بالكفيل أي الذي يكفلك.
فقال المدين: كفى بالله كفيلا. فقال له الرجل: صدقت. فأعطاه الألف دينار إلى أجل محدد معلوم. فلما قضى الرجل حاجته بالمبلغ وحان وقت السداد، أخذ ألف دينار في الوقت المعلوم بالضبط، وخرج ليبحث عن مركب ليركبه ليذهب إلى الرجل ليعطيه حقه، فلم يجد، لم يجد مركبا. فماذا أصنع وهو الأمين الذي يجب عليه أن يسدد الدين وأن يؤدي الأمانة كاملة؟ عاد فأتى بخشبة وكتب رسالة ووضع الألف دينار مع الصحيفة التي كتبها، وضعهما في الخشبة وزجج موضعها، ثم قال: يا رب، اللهم إنك تعلم أني تسلفت من فلان ألف دينار فطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وطلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك. اللهم إنك تعلم أني قد اجتهدت لأجد مركبا لأركبه فلم أجد. ثم ألقى الخشبة في الماء وقال: اللهم إني قد استودعتكها. طبعا ده يقين عالي، اوعى يكون عليك ألف جنيه لواحد وتروح ترمون في البحر. لا تقول الشيخ محمد حسان قال، لا ده هذا وصل إلى درجة عالية جدا من درجات اليقين، سبحان الله. لكن احنا نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ويقص الحقيقة في غاية الجمال والتأثير، وهي في صحيح البخاري. فألقى الرجل الخشب وقال: اللهم إني قد استودعتكها. يقين عالي جدا. الرجل الآخر المدين خرج في الوقت المعلوم، وقف على شاطئ البحر ينتظر لعل مركبا يأتي بالدين الذي له أو بحقه الذي له، فلم يجد. انقضى اليوم ولم يأتي مركب. فلما هم بالانصراف رأى خشبة تطفو على سطح الماء تحت قدميه، فقال: آخذها لأهلي حطبا. فلما أخذها وذهب بها إلى داره وكسر الخشبة فوجد الصحيفة ووجد الألف دينار. من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه. فلما يسر الله لهذا الرجل الأمين مركبا، حمل ألفا أخرى وأتى للرجل وقال: يعلم الله أني قد اجتهدت أن أجد مركبا لآتيك بحقك في الوقت المعلوم فلم أجد مركبا غير الذي جئت إليك فيه. فقال له الرجل الأمين الآخر: ارجع راشدا، فقد أدى الله عنك الذي أرسلته في الخشبة. انظر إلى الأمانة من الدائن ومن المدين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وأخفيا محقت بركة بيعهما. الصدق في بركة، الأمانة فيها بركة، في الكلام، في الفعل، في الصدق، في الأحوال، في الأقوال، في الأحوال، في الأفعال. أيها الأفاضل، ما أحوجنا إلى الأمانة، وأسأل الله أن يطهرني وإياكم من الخيانة. سامحوني، تعمدت أن أفرد الحلقة الليلة كاملة لهذه العلامة لأننا في أمس الحاجة إليها، فكل واحد منا مستأمن على شيء. فأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بأن نكون أهلا للأمانة أيا كان حجم الأمانة. فأنت في مركزك الذي أنت فيه يجب أن تكون أمينا، وأن أي التواء في ممارسة العمل أو الوظيفة بأخذ الرشاوة أو بأكل أموال الناس بالباطل أو بتضييع مصالح الجماهير إنما هي صورة من صور الخيانة، وأن إهدار المال العام بدعوى أنه مال كما يقال سايب لا رقيب عليه، إهداره صورة بشعة من صور الخيانة. فلنتقي الله عز وجل ولنراقب الحق تبارك وتعالى، فالله سبحانه يسمع ويرى. أيها الأفاضل، من علامات الساعة أن يكثر القتل،
أن يكثر القتل، حتى قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا هو موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الأمانة، وأن يجنبنا وإياكم الخيانة، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.